مبحث اليوم: فتوى إسقاط الجهاد يقينية، فتوى إسقاط الجهاد يقينية، وعمالة السيستاني يقينية أيضا. فهل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ هل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ في ذلك الوقت ماذا قالوا عندما تم الإعلان عن قرب صدور مذكرات رامسفيلد، وتحدث عن 200 مليون دولار ثمن فتوى إسقاط الجهاد ضد المحتلين وقد قبضها وكيل السيستاني؟ هذه القضية عندما صدرت ماذا قال السيستاني، أتباع السيستاني، المتحدثون، الوكلاء، المعتمدون، العبيد، الأذلاء، الأتباع، ماذا قالوا، ماذا برروا؟ مما قيل في ذلك الوقت بأن 200 مليون دولار قد وزعت على الفقراء. أما قضية العمالة فهذه في تلك الفترة في ذلك الوقت كانت من مفاخر السيستاني ولا زالت من مفاخر السيستاني. إلى هذا الوقت يقولون الفضل للسيستاني بتخليص العراقيين من صدام ومن نظام صدام، الفضل لعمالة السيستاني بأن تخلص العراقيون من صدام ونظام صدام. هذه القضية واقعية، فهذا الكلام الحديث عن عمالة السيستاني في ذلك الوقت في سنة 2010 لم يكن فيه أي بأس، لأنه كان من مفاخر السيستاني، من معاجز السيستاني، من كرامات السيستاني، من وطنية السيستاني، من إخلاص السيستاني. إذن هذه القضية واقعية. إذن لماذا أخذ 200 مليون دولار؟ قالوا وزعت على الفقراء. قالوا بأن أخذ 200 مليون دولار هو استنقاذ لهذه الأموال من أيدي الفاسقين ووزعت إلى الفقراء. بهذا المستوى من الاستخفاف بعقول الشيعة، بعقول الجهلة، بعقول الأغبياء، هذا الأمر في وقته حصل. إذن الآن نتحدث عن 200 مليون دولار. إذن عندي فتوى إسقاط الجهاد يقينية، فتوى السيستاني، فتوى الأستاذ السيستاني، فتوى إسقاط الجهاد عن المحتلين، هذه الفتوى يقينية، هذه واقعة في الخارج، هذه قضية حقيقية، قضية موضوعية في الخارج، متيقنة، يقينية. وعمالة السيستاني، تعامل السيستاني مع المحتلين، تحقيق أهداف المحتلين، منع الناس من جهاد المحتلين، إرغام الناس، إجبار الناس، حث الناس على التعاون مع المحتلين، هذه أيضا قضية يقينية، قضية واقعية خارجية، قضية خارجية ثابتة. الآن السؤال هنا: هل السيستاني أصدر فتوى، هل السيستاني أصدر فتوى إسقاط الجهاد ب200 مليون دولار أو بالمجان؟ هذه الفتوى، فتوى إسقاط الجهاد، وهذه العمالة للمحتلين، للأمريكان، للبريطانيين، للأوروبيين، للمحتلين، للمستعمرين، للغزاة، هل هذه كانت مجانية على أرواح أموات الأمريكان والبريطانيين والأوروبيين، أو بأجر زوار الحسين وزوار العتبات؟ بالمجان كانت هذه الفتوى وهذه العمالة أو كانت ب200 مليون دولار؟ لاحظ، هذا هو الاستدراج لشياطين الإنس والجن، للسيستاني ولأتباع السيستاني، للمراجع ولأتباع المراجع، وللتراث الشيعي بكل تفاصيله. إذن هل أصدر الفتوى واشتغل بالعمالة مع المحتلين وحقق أحلام المحتلين بالمجان أو ب200 مليون دولار؟ من الأكرم للسيستاني الآن ولأتباع السيستاني؟ الأكرم بأن عمالة السيستاني بالمجان بدون مقابل، أو أن عمالة السيستاني ب200 مليون دولار؟ من الأفضل، من الأكرم لهم؟ يعني هذه من النصائح التي تقدم لي للآخرين: الأكرم لهم أن يقولوا قد استلم 200 مليون دولار وقد وزعت على الفقراء. إن فاتهم هذا الشيء فالأفضل لهم أن يدعوا هذا الادعاء، الأفضل لهم أن يقال بأن الفتوى والعمالة كانت بثمن
والثمن هو 200 مليون دولار، ويضاف إليها وقد وزعت على الفقراء على المحتاجين. إذن هذا هو مبحث اليوم، فتوى إسقاط الجهاد يقينية، وعمالة السيستاني أيضا يقينية. إذن هذه العمالة وهذه الفتوى هل لها ثمن؟ فهل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ السؤال للسيستاني، لأتباع السيستاني، لجهلة السيستاني، للشيعة، لجمهور الشيعة، لأغبياء الشيعة، لجهلة الشيعة، للطيبين من الشيعة، لمن يملك الحد الأدنى من العقل والتعقل والتفكر من الشيعة، للأعزاء الشيعة ممن فيه أمل للهداية وللاهتداء وللخروج من القطيع ومن ظلمات القبورية إلى نور التوحيد. هذه رسالة للشيعة بكل توجهاتهم وبكل مستوياتهم الفكرية والذهنية. ونحن نأمل بوجود الطيبين، بوجود المغرر بهم، ونسأل الله تعالى لهم الهداية. إذن اتضح لكم الاستدراج. ومن هنا نقول ونستذكر ما ذكرناه سابقا، وهذا للأعزاء: احنا لأسسنا الملعب واحنا نلعب بيه، احنا لأسسنا الملعب واحنا نخرب بيه، احنا لأسسنا الملعب واحنا نبني بيه، احنا لأسسنا الملعب واحنا نلعب بيه. هذا الملعب ملعب العلم، ملعب الأخلاق، ملعب البناء، ملعب التوحيد، ملعب اليقين. هذا ملعبنا، هذا موطننا، هذا ثغرنا، هذه ثغورنا، هذا جهادنا، هذه وظيفتنا، هذا هو فأسنا الذي نحطم به أصنامهم ورهبانهم وكهنوتهم، الذي نحطم به أصنامهم وكهنوتهم وأوثانهم وجهلهم وشيطنتهم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء.